ان اللبن ده يعني حاجه مفيده، بس الحقيقه لما كبرنا لا، احنا قرينا ان اللبن ده ما هوش مفيد خالص. هو في حاجات يعني هو مضر جدا اولا للجهاز الهضمي، ويعني وفي وبالذات ان احنا اللي بنشربه كمان دلوقتي ما هوش اللبن الطبيعي الصرف يعني، وفي نفس الوقت هو كلبن يعني مضر للجهاز الهضمي، مش مفيد قوي. وفي مصادر للكالسيوم اخرى غير اللبن. لا دي ثقافه، دي غلط. ده خطا. اللبن مفيد جدا، اللبن مهم. مش عايز تاخد اللبن، الناس عندها 10% ما عندهمش الانزيم بتاع اللبن. انا منهم، انا ما باخدش اللبن، بس باخد زبادي، باخد لبن رايب.